بس سريعا يلا يا جماعه سريعا مع كابتن بشير وكابتن شريف يلا عشان زبستي دي الناس بتطلبها بشكل ده على طول كده كابتن بشير التابعي وكابتن محمود علاء قول يا كابتن بشير انا اختار محمود علاء تختار محمود علاء رضيت عن محمود علاء اخيرا انا راضي على محمود علاء يا راجل ده انت كنت بتقطعه لا بس جيت بقى قلبت 180 درجه انا بس لما بتكلم على محمود علاء علاء مدافع نادي الزمالك ايوه ومدافع منتخب مصر خلاص فبيبقى له مواصفات خاصه ماشي. هو كابتن بشير كان قصده على حاجه ثانيه في امكانياته ان هو يبقى لازم يبقى مميز دفاعيا اقوى طيب كابتن بشير بسرعه بشير ولا محمود علاء لا كابتن بشير طبعا كابتن بشير طيب اللي بعده يلا شريف عبد الفضيل ولا رامي ربيعه؟ جاوب يا كابتن بشير. لا انا طبعا يعني اعتقد شريف لان شريف بيبقى مؤثر ورامي مختفي بسبب اصابات كتير وشريف كان مؤثر في ماتشات كتير على النادي الاهلي. طيب شريف رامي ده طالع على ايدينا. اختار مين عادي؟ عادي الراجل اختار محمود علاء. اختار رامي طبعا. رامي. لازم نشجع اللي بعده الاجيال اللي طالعه دي. مش من قلبك حجازي ولا حلوه المنافسه دي حلوه اديني بقى الجواب يا لا كابتن بشير بقى يقول انا وجهه نظر انا ايه اللي انا ايه انا عندي الونش الونش طبعا الونش بسرعه الصاروخ يعني وثبات مستوى تقييم انا يعني خلينا نقيم لان حجازي عنده فتره ثبات كبيره لا مش هنقيم اديني الاجابه ما عنديش وقت هو الونش دلوقتي بصراحه دلوقتي افضل الونش يبقى الونش احمد حجازي لا هو حاليا احمد حجازي افضل مدافع في السعوديه تمام يمكن عشان حجازي لعيب كبير والونش لعيب كبير انا ما بقولش حاجه على فكره الاثنين لعيبه كبار بجد ابراهيم عادل ولا اسلام عيسى انا شايف ان ابراهيم عادل الفتره الاخيره اسهمه اعلى بكتير يبقى ابراهيم عادل كابتن شريف ابراهيم عادل ابراهيم عادل اجتمعتوا على حاجه الله اكبر الله اكبر يلا يا باشا لا انا بقول لهم هم اجايه ولا حسين الشحات لا اجايه طبعا اجايه والله بص يعني هو حسين الشحات اتظلم اتظلم كتير من الضغط اللي عليه يعني وبسبب المبلغ اللي دفع فيه اجايه ولا حسين الشحات اجايه اجايه اوكي اجتمعوا برضو على اجايه يلا اللي بعده خلاص خلصت طيب شكرا كابتن بشير شرفتنا ونورتنا وفي الاخر عايز بس كابتن احمد شوبير في وفاه شقيقه عصام شوبير ربنا يرحمه طبعا ويصبرهم جميعا. وانا عايز اعزي برضه كابتن احمد شوبير في وفاه شقيقه وعايز اعزي كابتن تامر حميد في وفاه والده واقول البقاء لله وربنا يرحمه. كابتن احمد سليمان برضه في وفاه شقيقته. قول البقاء لكابتن احمد سليمان. خالص تعزينا للكابتن تامر عبد الحميد في وفاه والده كابتن احمد سليمان طبعا نجم نادي الزمالك و مدرب حراس مرمى الكبير في وفاه شقيقته طبعا خالص تعزينا للاسر والناس اللي توفت كلها كابتن شوبير وكابتن احمد سليمان وكابتن تامر نتمنى لهم ان شاء الله الرحمه والمغفره جميعا باذن الله شكرا.